وإن شاء الله نحن في دولة الكويت نسعى بكل جهد للمحافظة وتوفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي، كما نسعى إلى إعادة تدوير المياه في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المزروعات. كذلك وبحمد الله يتم القيام في حملات إعلامية توعوية لترشيد استهلاك المياه من قبل جهات مختلفة، وبتعاون كبير بين الأخوة في وزارة الكهرباء والماء وكذلك الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت التقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. كما تقوم هذه الجهات بدراسة أفضل السبل لاستغلال واستخدام المياه في الدولة. في النهاية اليوم جميعنا مسؤول عن ترشيد المياه، جميعنا مسؤول عن المحافظة على ثرواتنا الوطنية.